سلام من الله عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم لمتابعة ومناقشة أبرز الأخبار والمستجدات المحلية التي طالعتنا بها الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية كما عودناكم بإطلالة سريعة على أهم العناوين. البداية من موقع اليمن اليوم، وفيه نقرأ: ميليشيا الحوثي تختطف الفنان أصيل أبو بكر. ميليشيا الحوثي تستولي على أحد أكبر مراكز السلفيين في اليمن. وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية: ميليشيا الحوثي تعترف بمصادرة شحنة مساعدات للصحة العالمية في ميناء الحديدة. الأعراس في صنعاء، مناسبات يمنية لفن الحياة يقتحمها الحوثيون بزوامل الموت. الإمارات تدين الهجوم الحوثي بصواريخ ومسيرات على قاعدة العند. الساحل الغربي أورد الآتي: تروي خولة كيف أعدم قناص حوثي في تبة السلال طفلها الرضيع أمام والديه وأخويه. قيادي حوثي متحديا أوامر القضاء والنائب العام: هذه قوانين سنضعها تحت أقدامنا. قال حاشد: فضيحة بكل المقاييس، كشف بأسماء وصفات الطلاب المقبولين في معهد القضاء بصنعاء. خسائر حوثية في هجوم معاكس لقوات الجيش في جبهة رحبة بمأرب. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: مسؤول حقوقي، الحوثيون ارتكبوا 1400 حالة إخفاء قسري بصنعاء. استشهاد وإصابة 6 مدنيين بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في حزم الجوف. الحديدة، قصف حوثي استهدف أحياء في مركز تحيتا والفازة وحيس. في موقع نيوز يمن نقرأ: استثمارات يمنية في هرقيسة تجاوزت ملياري دولار. سعودي منشق عن الإخوان، الزنداني أشرف على تجنيد وتدريب عناصر إرهابية. جيش الإخوان في تعز يعترف باقتحام سكن طالبة معاقة. موقع عدن الغط طالعنا بالعناوين التالية: الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثق 1110 حالات اختطاف وإخفاء قسري ارتكبتها جماعة الحوثي. ميليشيا الحوثي تقتل مسنة أمام أبنائها. أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة يؤكدوا مقتل جميع أفراد كتائب الموت التابعة للحوثي. تفاصيل مؤلمة، وفاة طفل بسبب إضراب الأطباء بمستشفى الصداقة بعدن. في صحيفة الشارع نطالع: مصدر أمني، أحد قتلة الأهنومي داخل منزله في تعز يعمل جنديا ومرافقا لمسؤول إصلاحي متمرد على قرار إقالته. الزبيدي للسفير البريطاني: من الضروري إلزام الحكومة تنفيذ ما ورد في اتفاق الرياض، وحادثة العند ستعيق فرص السلام. التحالف يعلن عن تدمير صاروخ حوثي أطلق على جيزان وثلاث مسيرات باتجاه خميس مشيط. من الصحف العربية الشرق الأوسط: مجزرة العند ترفع أصوات اليمنيين لتوحيد الصف وتنفيذ اتفاق الرياض. ضباط يرغمون الحوثيين على التراجع عن قرار تسريحهم. في موقع الحدث الإخباري نطالع: شبكة حقوقية 1110 مختطفين تحت أسوأ أنواع التعذيب الحوثي. ميليشيا الحوثي تقتل مسنة أمام أبنائها. مبدعات يمنيات يروين بالفن مأساة 4 ملايين من ذوي الهمم. وأخيرا من سبوتنيك: التحالف العربي، اعتراض طائرة مسيرة ملغومة للحوثيين حاولت استهداف مطار أبها. الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع وأسر 11 من الحوثيين جنوب مأرب. الاختفاء القسري معاناة لا تنتهي. تحت هذا العنوان أورد فهمي الزبيري مقالا جاء فيه:
يعد الاختفاء القسري من أكثر الحالات التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ويشكل جريمة دولية، فالشخص الذي يتعرض للاختفاء القسري يصبح محروماً من كافة حقوقه ويبقى دون أن يدافع عنه أحد على الإطلاق، ويكون في أيدي معذبيه خارج نطاق حماية القانون. فحالة الاختفاء القسري في حد ذاتها تعد إنكاراً لما يتمتع به الشخص من كرامة، بل وتجرده من صفته الإنسانية. إن إفلات الجناة من العقاب يعتبر من العوامل الرئيسية في التشجيع على وجود هذه الممارسة وهذه الجريمة البشعة ولمكافحة حالات الاختفاء القسري واستئصالها، فكان لابد من وجود اتفاقية دولية تضمن حقوق الضحايا وتكون رادعا للجناة، بالإضافة إلى تعبئة كل البشر ضد هذه الكارثة. جماعة الحوثي الإنقلابية ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، وبعد أن استولت على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بقوة السلاح، تمارس هذه الجريمة بشكل متواصل ضد المدنيين السياسيين والأبرياء، والتي تعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وتنتهك الحقوق المدنية أو السياسية. تزداد معاناة الأسر جراء العواقب المادية للاختفاء القسري، إذ أن الشخص المختفي قسريا غالبا ما يكون العائل الرئيس للأسرة. يحتاج جميع ضحايا الاختفاء القسري الذي تم الكشف عن مصيرهم إلى عون طبي، سواء على مستوى تسجيل أي إصابات جسدية أو أضرار صحية تعرضوا لها خلال فترة اختفائهم قسريا، من أجل تقديم المساعدة الطبية اللازمة، وكذلك لأغراض إثبات الادعاء الجنائي أو المطالبة المدنية ضد المسؤولين. كذلك يحتاج الضحايا وأسرهم إلى دعم نفسي لمساعدتهم على تخطي الآثار النفسية السلبية الناتجة عن الاحتجاز القسري وتعويضهم والكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، حتى يقدموا للمساءلة القانونية وينالوا جزاءهم الرادع. ما يزال العشرات مخفيين قسرا في السجون وفي أماكن مجهولة، ويعانون أصناف العذاب هم وأقاربهم، ويتم ابتزازهم بدفع مبالغ مالية كبيرة فقط للكشف عن مصير الضحايا، وتتكرر هذه الوعود دون جدوى لجني المزيد من الأموال، بل إن الكثير من المشرفين والقيادات الحوثية يتخذوا من هذه الانتهاكات والجرائم وسيلة للتكسب وجمع الأموال دون النظر للحالة الاقتصادية والظروف الاجتماعية التي تمر بها تلك الأسر والعائلات، في وضع اقتصادي صعب وانقطاع المرتبات لخمس سنوات. وهي دعوة للجهات الحقوقية والمنظمات الدولية والصليب الأحمر وكافة الهيئات الحقوقية الوقوف بجد أمام هذه الجريمة التي تؤرق المجتمع بشكل عام. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن خطورة الألغام والأجسام الكابنة في باطن الأرض، وأيضا الجهود المبذولة لنزعها، والمخاطر المترتبة على جيل الحاضر والمستقبل من بقائها دون إزالة. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي من القاهرة العميد أمين العقيلي، مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام. سيادة العميد، مرحبا بك في قناة اليمن اليوم. أهلا وسهلا فيكم وأمسي عليكم وعلى مشاهديكم الكرام، وهي تحية أيضا لمن سينضم إلينا عبر الهاتف. فاصل قصير ومن ثم نبدأ النقاش. سيادة العميد، يعد اليمن حاليا البؤرة النشطة والأشد خطورة من حيث زراعة الألغام في العالم، لو تحدثنا عن ذلك من خلال المعلومات المتوافرة لديك. مساء الخير يا أستاذنا الكريم. طبعا اليمن اليوم تعيش أسوأ كارثة إنسانية جراء الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في جميع المناطق والمحافظات والمديريات التي وصل إليها انقلابهم المشؤوم. أستاذي الكريم، كارثة الألغام التي حلت على بلادنا من الطرف المتسبب بها الميليشيات الحوثية كارثة إنسانية كبيرة، ما اعترف بها العالم أجمع في المؤتمرات الأخيرة وفي المؤتمر الرابع في أوسلو بأن اليمن تعيش أسوأ كارثة إنسانية جراء كارثة الألغام. سيادة العميد، يعني في ظل الحديث عن الألغام وخطورتها، هي في المقام الأول تهدد أرواح المدنيين، ما هي آخر الأرقام بخصوص ضحايا الألغام وأيضا أبرز المحافظات التي تصدرت قائمة الضحايا؟
لا طبعا ضحايا الألغام والناجين من الألغام هي أعداد كبيرة جدا في كل المحافظات التي امتد إليها أو وصل إليها الانقلاب المشؤوم من قبل الميليشيات الحوثية. طبعا هناك إحصائية مسجلة لدينا في البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، وهي إحصائية ليست نهائية والعدد الحقيقي هو أكبر من ذلك بكثير، ولكن نحن نتحدث على ما هو مسجل ومثبت لدينا ضمن استمارات يتم تعبئتها من قبل الفرق المختصة في التوعية وتسجيل الضحايا. هناك أكثر من 8500 ضحية من جراء الألغام من المدنيين الذين فتكت بهم الألغام الحوثية، سواء هناك معاقين، هناك شهداء، هناك إعاقات يعني طرفية في كثير من هذه الحالات. الرقم الذي ذكرته هل يتعلق بالقتلى أم أنهم ما بين قتيل وأيضا معاق؟ هنا الرقم الذي تحدثنا عنه هو الرقم المسجل لدينا في البرنامج الوطني عن الشهداء وعن المعاقين والضحايا والناجين من الألغام من المدنيين، بينما الرقم الحقيقي هو أكبر من ذلك بكثير، وهناك مناطق كثيرة لم نستطع الوصول إليها بسبب الاشتباكات ما بين الجيش وما بين الميليشيات الحوثية في كل المناطق والمحافظات، وهناك مناطق كثيرة جدا لا زالت هناك ضحايا للأسف كثيرة جدا، فيها ضحايا كالساحل الغربي من باب المندب وحتى مدينة الحديدة. هناك ألغام زرعت داخل مدينة الحديدة في الشوارع العامة وفي الشوارع الفرعية للأسف، وفتكت بالمدنيين، وأيضا هناك في المديريات في الساحل الغربي في محافظة تعز، هناك أيضا عدن يعني عانت الأمرين في 2015 و2016، ولا زالت هناك مناطق خارج مدينة عدن تعاني من تلوث من الألغام، أيضا محافظة الضالع وأيضا محافظة أبين، محافظة مأرب والجوف وصعدة، أيضا محافظة البيضاء للأسف الآن تعاني الكثير جدا من الألغام، وأيضا محافظة حجة في ميدي وفي حرض. عميد أمين، هناك مرصد حقوقي أورد إحصائية بعدد الضحايا جراء الألغام في محافظة تعز خلال 5 سنوات، وذكر بأن عدد القتلى قد وصل إلى 1000 قتيل، وأيضا الجرحى أكثر من 2300 قتيل مصاب. هل هذا يعطي مؤشر بأن محافظة تعز هي الأكثر نزيفا جراء هذه الألغام المزروعة بأشكال وأنواع مختلفة؟ أستاذ ثامر، طبعا محافظة تعز كما هو معروف هي من أكبر المحافظات اليمنية من ناحية عدد السكان في كل المديريات، هناك سكان كبير جدا في محافظة تعز وأيضا في محافظة عدن، فكانت هناك الخسائر كثيرة جدا، والرقم الذي ذكرته أنا أتوقع أنه يكون هو رقم حقيقي إذا لم يكن هو أكبر من ذلك، لكون هناك مناطق لم يستطع الوصول إليها لتسجيل الحالات التي حدثت فيها جراء الألغام. والأسوأ من ذلك أستاذنا الكريم هو وجود أن الميليشيات الحوثية في هذه اللحظات لا زالت مستمرة ومتمادية في زراعة الألغام، ونحن من خلال شاشتكم الكريمة ندعو الجميع إلى الضغط على الميليشيات الحوثية إلى الكف عن زراعة الألغام، إلى الابتعاد عن زراعة الألغام، إلى تسليمنا الخرائط والإحداثيات التي تسهل علينا نزع الألغام بأقرب فرصة ممكنة. سيادة العميد، أيضا بما أننا نتحدث عن الضحايا، هناك ضحايا من البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، يعني المعلومات تتحدث عن استشهاد 61 وأيضا 5 آخرين من مشروع مسام لنزع الألغام. ما هو السبب بذلك؟ هل هو كما أسلفت لأن الميليشيا تقوم بزراعة الألغام بأشكال وأحجام مختلفة، أم لنقص الخبرة، أم ماذا؟
شكرا استاذي. طبعا الشهداء رحمة الله عليهم، ونحن نترحم عليهم في هذه اللحظات الذين قضوا وهم يؤدون رسالتهم الإنسانية في كل مناطق اليمن، بما فيهم من البرنامج الوطني، بما فيهم بمن فيهم من هو من المشروع السعودي مسام، المشروع الذي جاء لليمن منذ 4 سنوات وعمل ويعمل معنا جنبا إلى جنب في جميع المناطق المحررة. وهناك 32 فريق يتم دعمها من قبل المشروع السعودي مسام، وقامت بأعمال جبارة وكبيرة جدا في إنقاذ حياة اليمنيين. طبعا هذا هو نتيجة ما تم تفخيخه في كثير من الألغام، إدخال التكنولوجيا من قبل الميليشيات الحوثية في العبوات الناسفة، في الألغام، في زراعة الألغام، في تحويرها. هناك أيضا هناك نسبة أيضا من الضحايا نتيجة أن هناك الزراعة العشوائية، ولم يعرف ما هي المناطق بالضبط التي تم زراعتها والمناطق التي خالية. فنحن نعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات التي يتم الحصول عليها من قبل القوات ومن قبل المدنيين ومن قبل المواطنين. أستاذي الكريم، الشهداء الذين قضوا في البرنامج وفي المشروع السعودي مسام أدوا رسالة إنسانية عظيمة، أيضا هي دافع لنا نحن في البرنامج وفي مشروع مسام وفي كل المنظمات الداعمة لنا الاستمرار في عملية النزع والتطهير وإنقاذ المدنيين من كارثة الألغام. هي تحية موجهة لكل أفراد وأعضاء المشروع السعودي لنزع الألغام مسام، ولأجل ذلك أيضا أرحب بضيفي عبر الهاتف مساعد مدير عام مشروع مسام قاسم الدوسري. أستاذ قاسم مرحبا بك. حياك الله. سهلا أستاذ قاسم، المشروع بدأ في يونيو من العام 2018، لو تحدثنا الآن بعد أكثر من 3 سنوات عن الأرقام بخصوص الألغام التي قمتم بنزعها خلال تلك الفترة الماضية، وأيضا الأجسام غير المنفجرة. أهلا وسهلا. اليمن أصدتهم هزلهم ومزارعهم وقتلت وآقت الكثير من أبنائهم. مشروع مسام واجه كثير من الصعوبات، تمكنت منذ عمل المشروع في منتصف 2018 وحتى نهاية أغسطس 2021 من نزع أكثر من 271 ألف لغم وعبوة ناسفة ومخلفات حربية. كذلك تمكن مشروع مسام من تطهير تقدر ب 25,918,000 متر مربع من الأراضي اليمنية. ما زال مشروع مسام مستمر في مهمته الإنسانية، وتمديده الرابع في 15 مايو هذا يعطي فرصة أخرى لإنقاذ الكثير من المواطنين اليمنيين. يتمكن المشروع في الربع الأول من نزع وإتلاف 28,962 لغم وتطهير مساحة تقدر ب 3,728,000. فهذه فرصة أخرى لمشروع مسام وللمواطن اليمني بالدرجة الأولى، لأن الألغام تتطلب جهود جبارة تحتاج إلى وقت كافي. وكذلك تم عقد دورات تنشيطية في خلال الربع الأول من تنفيذ المشروع. نعم. ما زال المشروع متواجد على طول الساحل الغربي، المخا والخوخة وباب المندب، في القرى، في الهجر، ومن قناتكم الكريمة أحب أوجه رسالة إلى المواطن اليمني. تفضل. بالتعاون مع فرق النزع المتواجدة على طول الساحل الغربي، وكذلك بتوحيد الجهود بين مشروع مسام والمواطن اليمني حتى نحصل إلى الهدف المنشود. نحن دائما نردده عبر القنوات وعبر وسائل الإعلام، يمن بلا ألغام، وهذا سوف يتحقق بتوحيد الجهود بمشيئة الله.
شكرا لقناتكم الكريمة. شكرا الأستاذ قاسم الدوسري، مساعد مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. بالعودة إليك سيادة العميد، إلى جانب الخسائر البشرية جراء زراعة الألغام من قبل ميليشيا الحوثي، وعلى نطاق واسع هناك يعني خطورة تكتنف الجوانب الاقتصادية والتنموية للبلد، كيف تقيم الوضع الآن في ظل الحديث عن أن اليمن يعني من أكثر الدول بعد الحرب العالمية الأولى في تواجد الألغام في كل كيلومتر مربع؟ لا طبعا هناك كثافة الألغام التي زرعت هي كثافة عالية جدا، وتقعد تضاهي أو تفوق ما زرع من كثافة في الحرب العالمية الثانية. في الجانب الاقتصادي الذي تحدثت عنه، طبعا معروفة نحن عندنا في اليمن بأن المواطنون يعتمدون في معيشتهم على الزراعة، يعتمدون على الصيد في المناطق الساحلية جدا. الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية وسببت كارثة اقتصادية كبيرة جدا تأثر بها الإنسان المدني البسيط جدا هي في المناطق الساحلية، وهناك ضحايا أيضا وانفجارات حصلت من ألغام بحرية على قوارب صيد لمواطنين مدنيين ليس لا حول لهم ولا قوة سوى أنهم ذهبوا إلى البحر لكي يقتاتون ويعيلون أسرهم. أيضا المناطق، أيضا هناك المناطق الزراعة أيضا زرعت فيها الألغام من قبل الميليشيات الحوثية، وكانت أيضا سببت كارثة إنسانية إضافة إلى الضحايا والإصابات التي حدثت في المدنيين. أيضا حرمت المدنيين من الاستفادة ومن استغلال مناطقهم الزراعية في الرعي في الزراعة وفي جلب المحاصيل. نعم، أيضا للمزيد من التفاصيل أرحب بضيفي عبر الهاتف سامي سعيد، مشرف فرق مسام في محافظة الحديدة. أستاذ سامي مرحبا بك. مرحبا بك وبمشاهدين قناة اليمن اليوم. أستاذ سامي، في البداية لو تحدثنا عن جهود المشروع في محافظة الحديدة، أكان على مستوى البر أو أيضا الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي في أهم خطوط الملاحة الدولية؟ بالنسبة للألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة وفي اليمن بشكل عام، الميليشيات الحوثية جعلت من اليمن وزراعتها للألغام العربة سواء أو الألغام الفردية كارثة على اليمنيين على مدى السنين أو الأعوام القادمة. أثر الألغام على محافظة الحديدة والشريط الساحلي بشكل عام، كان هناك زراعة الألغام البحرية، هناك أربع أنواع من الألغام البحرية، ووجدت نوعين من هذه الألغام في الساحل الغربي، وكذلك الألغام العربات وجدنا على امتداد جبهة الساحل الغربي بشتى أنواعها، وهناك كذلك ألغام فردية التي تعتبر محرمة دوليا حسب اتفاقية أوتاو، واليمن تعتبر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. ورغم ذلك وجدنا هذه الألغام الفردية وكذلك ألغام عربات معدلة لتنفجر بأوزان خفيفة في محافظة الحديدة، وهناك كذلك وجدنا حقول ألغام في المباني وكذلك الطرق وأيضا أنابيب المياه كما شاهدت في يوم 12 أغسطس من هذا العام. نعم. في محافظة الحديدة تتحدث عن شبكة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في شبكة المياه الرئيسية بمدينة الحديدة، والتي تمكنت هندسية القوات المشتركة من اكتشافها. أنا أود أن أسألك هنا يعني عن إجرام ميليشيا الحوثي، بما أنك متواجد على الأرض، لأنه كما يقال ليس من سمع كمن رأى، لو تحدثنا عن مدى إجرام ميليشيا الحوثي التي تستهدف كافة شرايين الحياة وكافة أيضا الوسائل والخدمات الأساسية. بالنسبة للجرائم الحوثيين يعني تنوعت بعدة جوانب، سواء زراعتها للألغام، قصفها للمدنيين في الحديدة
أو في اليمن بشكل عام، بينما في الحديدة هناك اتفاق ستوكهولم الذي كان أبرم في 2018 لوقف إطلاق النار، ولكن ما زالت الميليشيات الحوثية تقذف على مدن المواطنين المدنيين، وكذلك كثفت من زراعتها لهذه الألغام واستهدفت المدن ونزحت المواطنين من مساكنهم، وكذلك عملت على تفخيخ المدارس وتفجيرها، وكذلك الأماكن العامة، المستشفيات، المداخل، مداخل المدن، كما شاهدت في قوس النصر مدخل مدينة الحديدة الشرقي، لقمت الميليشيات قوس النصر الذي يعتبر يعني رمز لمحافظة الحديدة، لقمته وفجرت جزء كبير منه، وهناك بعض العبوات لم تنفجر وقمنا بتفكيكها خلال هذا الشهر، وكذلك أنبوب المياه التي قامت فرق مسام بتفكيكها بالتعاون مع القوات المشتركة في الساحل الغربي، وهناك أحداث وكوارث إنسانية سواء للمدنيين أو للمنشآت الحيوية والبنية التحتية، هناك مئات الضحايا وكذلك المبتلين الأطراف الذين يعانون من عدة مشاكل جعلتهم الميليشيات يعانون من حالات نفسية، يعانون من البطالة، منعتهم من العودة حتى إلى مدنهم بسبب هذه العاهة التي تعتبر كارثة اقتصادية وكذلك كارثة إنسانية على اليمن بشكل عام ومحافظة الحديدة بشكل خاص. نعم، سامي سعيد مشرف فرق مسام لنزع الألغام، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة الحديدة، أشكرك جزيل الشكر. بالعودة إليك سيادة العميد، كان قد أشار ضيفي عبر الهاتف إلى اتفاق السويد والذي كان من ضمن بنوده أن يتم تشكيل لجنة من لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وذلك لإزالة عملية وأيضا الألغام الموجودة في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة. الآن وبعد 32 شهرا على هذا الاتفاق، هل تلمسون تطبيقا فعليا لهذا البند أم أن ما يجري بخلاف ذلك؟ شكرا أستاذ ثامر. طبعا نحن نتحدث في يعني اتفاق ستوكهولم أو تفاهم ستوكهولم من جانب إنساني، من جانب الألغام نحن كان لنا تواصل مع الوفد وطالبنا من الوفد أن يطلب من الميليشيات الإنقلابية ويطلب من المجتمع الدولي الضغط على الميليشيات الحوثية لتسليم الخرائط والإحداثيات وكافة المعلومات عن الألغام سواء في الساحل الغربي أو في جميع المحافظات التي لوثتها الميليشيات الحوثية بالألغام. طبعا هذا لم يحصل ولم تبدي أي تعاون الميليشيات الحوثية في هذا الجانب، وهذا ما فاقم الوضع الإنساني وجعل من الألغام سلاح فتاك فتك بالمدنيين في محافظة الحديدة وفي الساحل الغربي وفي محافظة تعز والضالع وكل المحافظات التي وصل إليها الإنقلاب المشؤوم. نحن لم تصلنا أي معلومات من الجانب المتسبب بزراعة الألغام عن الألغام، عن إحداثياتها، عن أماكنها، حتى يسهل لنا عملية النزع والتطهير، ولكن لازلنا نحن نطالب ونطلب من المجتمع الدولي الضغط على الميليشيات الحوثية للكف عن زراعة الألغام وتسليم الخرائط والإحداثيات. عميد أمين، يعني أود أن أسألك فيما يتعلق بالدور الأممي ودور المنظمات الإغاثية في هذا الجانب، يعني الكثير من المتابعين يجدون بأن خطط الاستجابة الإنسانية ومؤتمر المانحين الذين انعقدوا خلال الخمس سنوات الماضية قد جمعوا أكثر من 20 مليار دولار، هل تم تخصيص جزء من هذه المبالغ من أجل إزالة وتطهير الأرض اليمنية من الألغام، وتقييمك لأداء المنظمات الأممية في هذا الجانب؟ في جانب الألغام نحن لدينا تعاون ولدينا هناك شراكة مع المشروع الإنمائي للأمم المتحدة الـ UNDP منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا.
طبعا هذه الشراكة هي مستمرة من قبل المشروع الذي يقوم بدعم البرنامج الوطني ودعم الفرق في عملية النزع والتطهير وعملية المسح وعملية محدودة جدا في جانب التوعية، الجانب المهم الذي نحن أيضا نطالب حكومتنا ونطالب أيضا المنظمات إلى تكثيف عمليات إلى دعمنا من أجل تكثيف عملية التوعية، من أجل تخفيف المعاناة، من أجل تقليل الخسائر في المدنيين. طبعا في هذا الجانب المنظمات بما فيها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة هيلو تراست والدي دي جي ومنظمات أخرى، أيضا هناك تعاون فيما بين البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، وهذه المنظمات أيضا لها نشاط معنا ولو أن بعضها له نشاط محدود كبعض المنظمات الحديثة العهد بالشراكة مع البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام. نحن من هنا ندعو جميع المنظمات والدول الداعمة إلى تكثيف الجهود من أجل مساعدة الأمن للتخلص من هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة. نعم، أيضا للمزيد من النقاش في هذا الجانب ومواضيع أخرى أرحب بضيفي عبر الهاتف المحامي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام الحقوقية. أستاذ توفيق مرحبا بك. أهلا وسهلا بك الكريم وبضيفك جميع مشاهدي قناة سام. أستاذ توفيق، اليوم نتحدث عن خطورة الألغام وفي ظل الحديث وأيضا المطالبات بالوصول إلى تسوية سياسية، حدثنا عن المخاطر المترتبة على جيل الحاضر والمستقبل من هذه الأجسام الكامنة في باطن الأرض. في حقيقة الأمر تعتبر الألغام من الجرائم التي أولت اهتمام كبير لدى المجتمع الدولي، وتوج هذا الاهتمام باتفاقية أوتاوا لحظر الألغام والتي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير الألغام. وبحسب إعلام بطرسبورغ فإن الهدف الوحيد من العمليات العسكرية والذي قد يكون مشروعا في هذا الإطار هو أن تسعى الدول أثناء الحرب إلى إضعاف قوة العدو العسكرية، بمعنى أن إصابة العدو، أن إصابة الجندي أو إحداث به عاهات بسبب هذه الألغام تعتبر جريمة لا تجوز استخدامها في الحرب، ويعتبر أيضا انتهاك واضح وخطير لاتفاقية جنيف واتفاقية أوتاوا التي ذكرناها والتي وقعت اليمن عليها في عام 97 وفي في سبتمبر من عام 1998. وبالتالي هذا إذا كان الأمر هذا يعني على المستوى العسكري فما بالك على المستوى المدني، لأن اللغم اليوم يعتبر عدوا دائما وكامنا، حتى لو توقفت الحرب فإنه يظل وفيا لمهمته التي من أجلها الزرع، وهي إحداث ضرر سواء بالأرض أو بالإنسان. واليمن للأسف الشديد لم تتخلص حتى اليوم من حروب المناطق الوسطى في السبعينيات وبداية الثمانينيات وخلفت للأسف الشديد معاناة إنسانية كبيرة، فما بالنا اليوم حيث تستخدم الألغام على نطاق واسع في الحرب الدائرة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الإنقلابية. وبحسب التقارير على المستوى الدولي والمستوى الحقوقي فإن جماعة الحوثي اليوم هي الطرف الوحيد الذي يستخدم هذه الألغام في هذه الحرب، وبدون حتى التقيد والالتزام بمعايير معينة، بمعنى لا توجد هنالك خرائط للألغام. نعم. يتم زراعتها في الطرقات، يتم زراعتها وصل حتى زراعتها داخل منازل المواطنين بحيث تحدث بهم أضرار بليغة عند عودتهم من المنازل كشكل من أشكال الانتقام للأسف الشديد، وصنعت محليا بأشكال مموهة بحيث لم تفرق بين الأطفال وكبار السن والشيوخ والحيوانات إلى غير ذلك. وبالتالي هذه الإشكالية يعني ستظل مداها بعيد، وبحاجة إلى إمكانيات ضخمة على المستوى المادي والمستوى الفني. والمجتمع باعتقادنا اليمن غير مؤهلة بمفردها
نعم. أن تتصدى لهذه الجائحة على يعني آنيا أو مستقبلا، ما لم يحدث تعاون دولي كبير بهذا الخصوص لتجنيب اليمن أخطار كارثية بسبب هذه الجريمة. أستاذ توفيق، أشرت إلى الكثير من المنظمات التي تحظر عملية زراعة الألغام بهدف وقصد إيذاء المدنيين، لكن الملاحظ أنه يعني معظم ضحايا هذه الألغام هم من الأطفال والنساء، وكما قلت يتم زراعتها في الطرقات وفي مزارع المواطنين وأيضا في منازلهم من أجل إعاقتهم عن العودة من رحلة النزوح. وأنا أود أن أسألك هنا، كما أشرت أن اليمن بمفردها غير قادرة على مواجهة هذه الجائحة، عن دور المنظمات الدولية. يعني أنا أتذكر كان هناك لقاء لنائبة رئيس بعثة أمها دانييلا كروسلاك في حيس، واطلعت على الكثير من الصور وعاينت يعني عيانا بيانا بأم عينها الأضرار التي لحقت بالكثير من الأطفال والإعاقات وغيرها من الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، لكن إلى حد الآن لم يتم تنفيذ اتفاق السويد. أيضا البعض يتحدث عن تلك الدموع بأنها دموع التماسيح. طبعا كما قلت لك، الأمر بحاجة إلى جهد كبير وبحاجة إلى تنسيق أكبر مع الأمم المتحدة. الأمم المتحدة باعتقادي كانت أطلقت مجموعة من النداءات ومجموعة من الإجراءات، مثلا هنالك الإجراءات المتعلقة بالألغام الفردية، هنالك فريق الأمم المتحدة المشترك المعني بالإجراءات المتعلقة بالألغام، هنالك أيضا خصصت اليوم العالمي للتوعية بالألغام والمساعدة في إجراءات المتعلقة بالألغام، أيضا هنالك دائرة الأمم المتحدة، هنالك كانت الأمم المتحدة أطلقت يعني ما يمكن أن نسميه الأرض الآمنة لمدة 5 سنوات، بحيث تحول أماكن الألغام إلى ملاعب، كما دعت إلى بناء شراكات بين المنظمات الأممية والمنظمات المحلية من أجل يعني التخفيف بصورة كبيرة من جراء هذه الجرائم. باعتقادي اليمن يجب أن تستغل كل هذه النوافذ وتطرقها بقوة، ومهم عملية التوثيق ونقل معاناة الناس. أيضا لا ننسى أن هنالك صندوق أيضا انشئت من قبل الأمم المتحدة للتخفيف يعني من هذه الجريمة ومن هذه المعاناة، وبالتالي نحن بحاجة بداية إلى خطة استراتيجية طويلة المدى تعمل على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي، بحيث نصل إلى يمن آمن من هذه الألغام، تستغل كما قلت لك النوافذ الأممية، الأيام الدولية للتوعية بالألغام. يجب أن يشترك في هذه الحملة القنوات الإعلامية، منظمات المجتمع المدني، لكن المهم هو الجهد الدبلوماسي النشط من قبل الحكومة مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة والدول الأخرى. نعم. التي يمكن أن تساهم ومهتمة في هذا الجانب. الأستاذ توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق، وأشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. وسؤال أخير لضيفي من القاهرة العميد ركن أمين العقيلي، اتفقت أنت وضيفي عبر الهاتف على أهمية تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى يمن آمن من الألغام، ما الذي يتطلبه من أجل تحقيق هذا الهدف؟ طبعا الهدف هذا هو هدف سامي، ونحن جميعا في برنامج الوطني لنزع الألغام والمشروع السعودي مسام والمنظمات الداعمة لنا في هذا الجانب نسعى لتحقيق هذا الهدف، لكن العمل بحاجة إلى جهود كبيرة جدا، بحاجة إلى تعاون من قبل كل الأطراف، في سواء أولا داخليا داخل اليمن بما فيها الطرف المتسبب بزراعة الألغام من ناحية تسليم الخرائط وكافة المعلومات عن الألغام وزراعتها ومناطق
التي لوثت بالألغام. أستاذي الكريم، هناك أيضا بجانب الإعلام يجب أن يكون للإعلام دور كبير جدا في جانب التوعية، في جانب توعية المدنيين من مخاطر الألغام وكيفية التعامل معها في حالة العثور على أجسام مشبوهة، سواء ألغام سواء مخلفات حرب. هناك أيضا مخلفات الحرب من القذائف التي لم تنفجر، قذائف المدفعية، قذائف الرشاش المدفع، أيضا هناك هذه تسبب كارثة إنسانية كبيرة جدا لا تقل أهمية عن كارثة الألغام التي زرعت، سواء الألغام الفردية أو الألغام المضادة للآليات. أستاذي الكريم، الجهود يجب أن تكون جهود متكاملة وجبارة في هذا الجانب من أجل تحقيق الهدف ومن أجل أن يصبح اليمن خاليا من الألغام. أيضا هناك البرنامج الوطني الآن يقوم بعملية مسح شامل على مستوى اليمن من أجل تسجيل جميع المناطق الملوثة والمشبوهة بالألغام من أجل تسهيل عملية التطهير. وهذه هي فرق الآن بدأت منذ عدة شهور بالنزول إلى الميدان من أجل تسجيل المناطق الملوثة بالألغام والملوثة أيضا بمخلفات الحرب، من أجل تسجيلها ومن ثم القيام بعملية المسح التقني ومن ثم القيام بعملية النزع والتطهير. العميد ركن أمين العقيلي، مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم أخي الكريم. أهلا وسهلا، والشكر دائما وأبدا لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. في أمان الله.